بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين عوائل الشهداء والجرحى، عوائل الأسرى والأسيرات، عوائل المطاردين والمهاجرين عن الوطن، الإخوة والأخوات في الله، يا شعب البحرين الأبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. يا شعب العزة والكرامة، ها هي أيام عزتكم قد اقتربت، ها هي أيام الملاحم قد أقبلت. يا شعب الشهداء، ومن عاصمة الثورة سترب الأباء والكبرياء، ونحن على أعتاب الذكرى الثالثة لثورتنا المباركة، منتصف شهر فبراير الجاري، نخاطبكم يا شعب العزة، وبالرغم من كل الآلام والجراح والمعاناة والتضحيات، نخاطبكم بروح الثائرين وبصلابة المقاومين، نخاطبكم بقلوب عامرة بالأمل وبنور الشهداء والصديقين، ونعلن بأننا نجدد العزم والقرار بالاستمرار في طريق الثورة ضد الدكتاتور حمد حتى إسقاط عرشها المتهاوي وطرد المحتل السعودي، وحتى ينال شعبنا حقه الثابت والمشروع في تقرير مصيره واختياره نظامه السياسي الذي يلبي طموحاته وتطلعاته. ومع انطلاق أيام التعب العامة في البحرين، نؤكد على النقاط التالية: أولاً، المشاركة في نداءات العزة اليوم الاثنين 10 فبراير، حيث تقرأ أجراس العزة وتدق طبول العصيان في عموم مدن البحرين وبلداتها بتوقيت موحد، مع تحريك عقرب ساعة العزة الذي نشهده الآن في محطتها الختامية، وذلك في تمام الساعة 8 مساء. ثانيا، تقليص كافة الأنشطة الميدانية والشعبية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 فبراير، مع رفع وتيرة الحملة الإعلامية والتعبوية وإنجاز كافة الاستعدادات اللوجستية والميدانية. ثالثا، إطفاء الأنوار الخارجية للمنازل في ليلة الإضراب العام ليلة الخميس بدءا من الساعة 8 مساء. رابعا، إغلاق المحلات التجارية لمدة 3 أيام بدءا من مساء يوم الأربعاء 12 فبراير ليلة الإضراب في تمام الساعة 8 مساء، على أن يستأنف فتح المحلات التجارية في مساء يوم السبت 15 فبراير في تمام الساعة 6 مساء. خامسا، المشاركة الفاعلة في تكبيرة العزة عبر رفع صيحات التكبير في ليلة الإضراب ليلة الخميس في عموم مدن البحرين وبلداتها في تمام الساعة 9 مساء. ختاما، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأهالي عاصمة الثورة لاستضافة فعالية ساعة العزة، ساعة العد التنازلي في محطتها الأخيرة، وكونوا يا أبناء شعبنا الصابر المضحي على أهبة الاستعداد، واشحذوا الهمم لخوض هذا الاستحقاق والتحدي بكل عزم وإرادة وبمعنويات
عالية، وها هي دماء الشهداء الزاكية تناليكم، ودم الشهيد المجاهد فاضل عباس يستصرخ ضمائركم، فكونوا على قدر المسؤولية، إذ لم يوقفكم الإرهاب الخليفي السعودي في مضى، ولم يوقفكم اليوم، ولن يوقفكم في المستقبل، وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار، وثبت لهم ولنا قدر صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، البحرين المحتلة 10 فبراير 2014.